ومن بعد الان اقول للشباب لا بد ان يشكك في شمال سيناء. مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب. لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. نقسم بالله العظيم أن هذا الانقلاب لم يمر، لم يمر، ولم تكتمل أرواحنا فداها. لا بد ان تتخذ انتهى عهد السلمية، لا سلمية بعد اليوم، لا سلمية بعد اليوم، لا سلمية بعد اليوم، لا سلمية. احنا متواجدين، الصورة مش واضحة الحقيقة، لا بدأت توضح، بدأت الصورة توضح دلوقتي، في أشخاص سلاحة واضحة والسلاح، السلاح باين دلوقتي، الخاطفين والمخطوفين التي يطنطن بها كثيرا والتي يتجر بها كثيرا فهي مهزلة أخرى، لأنه ليست عقوبة الخاطف حتى أو القاتل أو السارق إن أنا أضربه بالنار في الشارع، ده اسمه قتل خارج القانون. شو مصلحة قطر تحط عندها القرضاوي؟ واتفقوا مع الفاسدين والفاسقين والظالمين في البلاد العربية الذين يكرهون خشية الإسلام الصحيح. شو مصلحة قطر تحط عندها القرضاوي؟ ما عاش من يسعى بردى في جاره وفي كل يوم يشب فيه بناره، جاره كريم وحافظ النعهودة وهو لئيم وعاكس مسياره، نصبها فوق الخبيث الجاحد اللي حمل جهال والغداره.